يقولون مصر تمام. زين لو تروح مكة أحسن له. من الديرة مي عدلة منكم لكن مال الدراز أحسن. السؤال يقول وش يقول؟ بيني وبينك من عرست أنا قاعد في البحر يعني. أنا صراحة ما أفكر. أنا أفكر. زين مرة ثانية إذا بتسافر خدني وياه. عاد وين أوديك عاد؟ لو بتروح أندونيسيا بعد باجي وياه. محتاج إيران. زحمة اللي جايين وكلهم ما يبون نسألهم يخافون. السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج وش يقول. سؤال الحلقة اليوم، سافرت في شهر رمضان لو القاعدة في البلد أفضل؟ لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات وكومنت بعد. قاعدة البلد أكيد ما تفوت. ولا مرة سافر؟ ولا مرة. يعني بالغلط استوت السفرة زيادة وأخذت شوي من شهر رمضان؟ ما صارت يعني، لا صارت صارت القطيف بس يعني هني في المنطقة هذه. يقولون مصر تمام. ما رحت للأسف. السنة بعد ما يمدي. ما يمدي. الكورونا مسيطر. السؤال يقول في شهر رمضان مرة سافرت لو لا؟ لا ما سافر. ليش ما سافر؟ كذي. ما رحت سوريا؟ بلى. شهر رمضان؟ لا ما رحت. ما تبى تسافر يعني؟ لا. عندنا هدايا سفر في شهر رمضان، ما تبى تروح؟ لا، بلدتي أحسن. المرخى؟ لا، البحرين أحسن من. سافر. زين بعطيك انا يعني تذكره اذا تبى ثنتين بعد. لا. ايطاليا ولا سوريا بعد. قالت البلد اللي افضل انا. يعني ولا مره سافر؟ لا في رمضان ما سافر. بالغلط ولا بالغلط ولا بالصح. يعني قالت البلد ما تتفوت. ما تفوت يعني. والله ولا مره سافرت في شهر رمضان. احب هني في البحرين افضل يعني، شهر صوب الاهل والأصدقاء والهذا. والأكل أفضل. أكيد بعد الأكل. أهم شيء الرياضة الحين عشان شهر رمضان تعود. إيه أكيد. ويا الوالد بعد كل يوم نمشي لأن كله قاعدة في البيت أيام كورونا. لا على طول في البحرين. ولا مرة يعني سافر؟ ولا مرة سافر. وإيش المميز في البحرين للناس ما يسافرون؟ حار. المميز إنه شهر رمضان شهر عبادة. انت فتصير في العبادة فما وش يسمونه ان انت تسافر فيها. اخذ من وقتكم شوي. ني تعال 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 كلكم كلكم تعال. لا لا مشي وانا مشي. تعال خايفين والله واقفين الحين على حسابكم. من الديرة مي عدلة منكم لكن مال الدراز احسن. عليكم. عليكم السلام. السؤال يقول وش يقول؟ 5+5 55. 5+5 مو 55 10. انزين. السؤال يقول مرة سافرت في شهر رمضان لو على طول في البحرين؟ على طول في البحرين. ولا مرة يعني؟ ولا مرة. كله؟ انزين عمره المدينة؟ المدينة رحت مرتين. لا لا في شهر رمضان بالخصوص يعني. إلا في المرخ؟ إيه. المرخ والإدراك؟ تقدر تقوله. بني جمرة عندي لا. الخال. ما يجي بني جمرة. أوه ما شاء الله. شهر رمضان يعني. أنا توني إلا ثلاث سنوات شايف رمضان في البحرين يعني. أوه كل سنة مسافر يعني. نعم. وين تروح؟ إيران. إنزين في شهر رمضان هل شفت الوضع في البحرين أفضل لو هناك أحسن يعني؟ والله وش أقول لك، كل شيء له حلاوته. بس البحرين؟ لا بحرين متعود أنا هناك. يا طيب توني ثلاث سنة، هاي السنة الثالثة. السنة بعد ما في روح. الله يكتبنا إن شاء الله. حياك الله. بيني وبينك من عرست أنا قاعد في البحر يعني. مسكين والله. مو من العرس ترى، الشغل. الشغل حكمنا. الشغل؟ اجل العرس. العرس ما يوقفني سفر. لو غيرت كلامه. وين غيرت؟ ما غيرت هذا هو ها؟ خفت ها؟ ولا مرة سافرت برا. ما تفكر يعني؟ ليه ولا افكر. لو في البحرين افضل. يا عائلة فيها قاعدة تبغاني اروح هي الغرب. ان شاء الله ما ابيك تروح هي الغرب. ما أمبيك تروحي يا الغرب صراحة. حياك الله. 55+6 كم؟ 55+6 61. كيشر لأنه تعرف مو
المهم السؤال مو هذا، ترى في شهر رمضان سافرت من قبل في شهر رمضان لو على طول في البحرين؟ على طول في البحرين ولا مرة بالغلط؟ لا. تذكر انت سفراتك واجد؟ لا لا، ازيش في الربيع او في شهر رمضان لا تروح الربيع ولا. لا لا، ما تفكر تسافر في رمضان؟ ان شاء الله دا الوضع تعدل والمرض راح سافر. وياي بتسافر؟ ان شاء الله. انا حصل لي ان انا سافرت قبل يمكن سفراتي كامل 5 مرات، بس في شهر رمضان عمري ما سافرت. لو الكل ما يسافر في شهر رمضان؟ والله انا يعني رايي، انا اشوف ان الديره اللي انت فيها يعني ديرتك هذه تكون اريح من انك تسافر برا. يعني ايش اقول لك، يعني شلون افسر لك؟ ترتاح مثلا شهر رمضان فطورك عند زوجتك، هناك بتاخذ مباراة بتاخذ ما ادري، تحس شي مخربط يعني ما في على البحر 100%. يعني السؤال لك سمعت السؤال لو عيد نسيته بعد. سؤال يقول ايه، عرفته صراحه اول مره سافرت شهر رمضان. ما حد يسافر في شهر رمضان، ما يسافر لان الاجواء غير في البحرين، اجواء حر حتى وحر. لا ولا مره. ما تحب تسافر؟ احب اسافر بس مو في رمضان. رمضان تقعد؟ ايه. ولا هم يسوون لنا سو اشترك عندهم لايك وشير وصلوا سبسكرايب، وصلونا كم؟ مليون بس شوي على انه يلا اللي طالع الفيديو يكتب لنا في الكومنتات سافر في شهر رمضان او لا، ولا تنسون اللايك يا عيالي. اي ولا مرة سافرت في شهر رمضان. وايش الميزة في البحرين اللي تخلي الاوادم ولا واحد يفكر يسافر في شهر رمضان؟ يعني ما سألتون احد وقال سافر؟ ولا واحد قال لنا سافر، حتى انا ما سافرت والخال ما سافر. سافرت؟ ما سافر هو بعد. والله عادة هي تراولي انا في عدة امور، يمكن من الامر رقم واحد يمكن ينظرونها من الناحية الشرعية، يعني الواحد ما بيسافر الا عنده حاجة. ثاني شيء الإجازات ما يطلعونها إلا يعني في الصيف، يعني لأن الدوام 6 ساعات والدوام بعد 6 ساعات. هذه جانب زين. حاجة ثانية، الحاجة الأخرى يعني أجواء شهر رمضان، يعني أنا من خلال اللي سمعت هالجماعة يعني بعضهم اللي سافروا شهر رمضان في إيران ما في الأجواء الروحانية الموجودة عندنا في البحرين، يعني هذه الأجواء مفقودة في الدول الأخرى. يعني حتى انت لو بتسافر بعد وانت صايم برا في الدول الثانية بتطلع، يعني الواحد بيسافر عادة بيكون اجازة، يعني اذا بيطلع بيروح وبيجي. في ذي الناحية ما حد يحببها، يعني من جانب الاجواء الروحانية الازياد ان الناس تفتقدها، يعني فما اعتقد احد يحب يسافر في الفترة هذه معينة. ولا مرة. ما تفكر؟ والله من ضمن الافكار ان انا ارمض عند الرضا، ولكن للحين ما صارت الفرصة. بس يقولون الأجواء في البحرين أفضل حتى من إيران. هذا الشيء اللي خلاني إلى الحين ما أفكر أن أنا أطلع، ولكن أنا من زمان في بالي أن أنا لو أرمض العشرة الأخيرة في رمضان عند الرضا. أنا صراحة ما أفكر. أنا أفكر هالسنة، ما في أحد بيفكر مجرد تجربة هالسنة. أكيد لا، يعني بس ما أحد بيفكر. إيه مو مشكلة، بس أن ما أنا ما أفكر في العيد يمكن أفضل. والله هي تجربة، يعني الواحد لازم يجرب التجربة. يعني حلوة. العشر الأواخر ليلة القدر تجيك. إيه؟ ليلة القدر هني في البحرين أفضل من يعني من بلد ثاني. ما يضر لو جربت مرة من المرات. جرب سنة وإن شاء الله وشوف الخبرة، يعني بنشوف خبرتك هل يسوى لو ما يسوى. والله أنا أتمنى، يعني هي تجربة الواحد دائما يحب يجرب. فأنا من الناس اللي أفكر أجرب هذه التجربة، بس متى ما أدري. السنة أكيد لا، فالسنوات الجاية إن شاء الله أنا أفكر هذه التجربة. الله يعطيك إن شاء الله، موفقين حبيبي. حي رمضان. رمضان آيام. رمضان في جايقة أدر كنتري أور أونلي بحرين أور أونلي باكستان؟ بحرين أونلي. ما في جايقة مني أونلي بحرين. يعطيك العافية. Good environment, good, you know. Well, inshallah, Taraweeh as well. Inshallah. Inshallah. على طول في البحرين. ما تفكر تسافر في شهر رمضان؟ ممكن إذا في مناسبة دينية ممكن سافر. لا ولا مرة. ما تفكر تسافر؟
وين تسافر الحين؟ ويا هالأزمة؟ لا لا خلك الأزمة هي خلها على طول. لا ما سافرت. ما أعتقد يعني. يعني رمضان ما أعتقد. هني الجو حار، السفر أحس أفضل يعني الأوادم يعني إذا تقدر تقول. تتكلم عن ظروفي أنا، ظروف العمل وغيره، يمكن لا في ناس عندهم إجازة فيستغلون الفرصة إنه يسافر. بالرغم إنه شهر رمضان مو ما سفر يعني. لا ولا مرة. ما تفكر؟ والله ما أدري، ما جاء على بالي. لا ما سافر شهر رمضان. ما تحب تسافر شهر رمضان؟ لا. لو إيش ما يحبون الأوادم كلهم يسافرون في شهر رمضان؟ لأن شهر رمضان أجواء غير في البلد. يعني في البلد أفضل؟ إيه. لا كلش. كنت أسافر بس أرجع قبل شهر رمضان يعني. ولا مرة. أبلغ أوقاتي أبلغ سفري كله عقب شهر رمضان. يعني في شهر رمضان ما يصير؟ ما أسافر. ما تفكر يعني تسافر في شهر رمضان؟ البحرين غير. بحرين أجواءها غير. الناس تحب الحر. لا مو الحر، اجتماعية غير يعني اجتماعي. مجالس أي مواتم ذاك. ناس وايد تروح إيران في الوقت، أنا ما أحب أروح صراحة. يعني البحرين أفضل بوايد. طبعاً. لا لا على طول في البحرين ما أسافر. يعني على سفراتك الكثيرة أنا أشوف واجد السافر، ولا مرة صادف إنه شوي في شهر رمضان استوت يعني أخذت من بداية شهر رمضان أو نهاية شهر رمضان؟ أبداً. شهر رمضان ما أسافر. ما تفكر تسافر شهر رمضان؟ لا أبداً. زين مرة ثانية إذا بتسافر خدني وياه. عاد وأنا أوديك عاد. لو بتروح أندونيسيا بعد باجي وياه. على طول في البحر. لو إيش ما تسافر في شهر رمضان؟ لأن يكون شهر رمضان غفصة يعني في هذا الحرم المكي. زين روح ما على مو مكة، روح محل ثاني. إن شاء الله. تبي أعطيك فلوس؟ نسيب أنت. لا عاد. وإيش أصير له؟ دعمتي. بعطيك فلوس. لا أنا كويتي. لا ما تبي تسافر؟ لا على طول. مدارس بحرين. مدارس شهر رمضان. مدارس العيد. العيد وش أسوي؟ أروح أعيد هنا. العيد لا أنتم كله تسافرون العيد. ما تبي تسافر؟ لا. شحوال أبوه زين سلم عليه. مرة سافرت شهر رمضان أنا أسلم كل سنة وأنا هنا، كل سنة أنا برا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لو إيش تطلع يعني برا البحرين؟ ما يعجبك الجو؟ لو الأكل ما يعجبك؟ لو الروحانية هنا والبرامج ما تعجبك؟ بالعكس هناك يعني عند الإمام الرضا جربته سنة وأحب كل سنة إن شاء الله أروح. سنة الظروف ما سمحته وإحنا قاعدين، الله يفرج إن شاء الله. الله يفرج إن شاء الله وتروح، بس السنة بتشيك البحرين وما تبي تطلع برا البحرين. تقريبا يمكن من 10 سنوات هاي ظروف، يعني مو الظروف كان طلعت، بس الظروف حكمت وقعدت.